للوقوف أكثر على هذا الملف ينضم إلينا سيد هويدي الجزيري وهو عضو تجمع أهالي مدينة درنة عبر الهاتف التكيه. سيد هويدي أهلا وسهلا بك معنا بداية. هذا اليوم 20 أبريل من كل عام وبالأحرى في عام 2018 ويمثل الذكرى الثانية لهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة من مدينة درنة وطرده من المدينة. ما الذي يمثله هذا اليوم أو هذا الحدث في نفوس الأهالي لديكم في مدينة درنة؟ سيد هويدي، سيد هويدي، سيد هويدي، إذا كنت في الاستماع. نعم نسمع فيك ولكن هناك صوت مزدوج عندكم. نعم إذا كان في هذه الأوقات الصوت واضح. ذكرت لك أن العشرين من أبريل من 2018 ويمثل العام الثاني أو الذكرى الثانية لطرد وهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة من المدينة، ولكن ما الذي يمثله هذا اليوم التاريخي أو هذا الحدث في نفوس الأهالي لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. تحية طيبة لقناة التناصح ولكل المشاهدين الذين يتابعون في هذا اليوم التاريخي الذي سطر فيه أبنائنا ملحمة تاريخية أثجت صدور أهل درنة ودفعت الظلم عن أهلهم وعن سكان المنطقة الشرقية بالكامل. عندما حقيقة ولا يفوتني أن نترحم على شهدائنا ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يكتب لهم الشهادة وأن يحشرهم مع الشهداء والنبيين وأن أولئك رفيقا. هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي ولو تختلط فيه مشاعرنا بالحزن والفرح، هذا اليوم يمثل عندنا يوم من أحد الأيام التاريخية التي سجل التاريخ الجهاد الليبي وليس في درنة فقط. عندما حاربت درنة داعش بالوكالة عن العالم وقدمت 257 شهيد لطرد هذا التنظيم المستبد، هذا التنظيم القاتل المميت الذي قطع الرؤوس وقطع الأيدي وأثار الرعب والفزع ما بين أهالي درنة بحجة إما الإسلام وبحجة تطبيق شريعة الإسلام وهم والشريعة براءة منهم وإلى يوم الدين. فهذا اليوم حقيقة تذكرنا فيه كل الشهداء وتذكرنا فيه الجيران والأصدقاء والأحباب الذين فارقوا الحياة وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى وباعوا الدنيا واشتروا الآخرة، ضحوا بأرواحهم دمائهم، روت أرض مدينة درنة من أجل رفع الظلم، وهي درنة تعيش في حرية وتعيش في أمن وفي أمان. ولكن أيضا هذا اليوم له مسار آخر، عندما تم طرد داعش وفتحت لهم عملية الندامة ممر آمن التي أوشك شبابنا الأشاوس والرجال الأبطال على سحقهم ومحقهم من مدينة درنة، أمنت لهم عملية الندامة ممر آمن وخرجوا إلى أن ذهبوا إلى سرت. وفي نفس هذا اليوم وما أن أتتها ساعات الصباح الأولى وبعد فرحنا بالنصر، بدأت طائرات عملية الندامة في قصف الحي الغربي في مدينة درنة وبدأوا يفرضون عليها الحصار الشديد الذي كان مبتدئا من أيام يقاتل أبنائنا الدولة من أمام ومن خلفهم عملية الكرامة التي كانت تقفل الطرق وتصادر الأغذية وتمنع دخولها في بعض الأحيان، لكن في هذا اليوم بدأ الحصار والآن دخلنا في عامية الثالث على حصار قاتل مميت. الحقيقة يعني طيب دعنا سيد هويدي لو سمحت، سنتحدث عن هذا الحصار في وسط أيضا مرور الذكرى الثانية، والحصار لازال متواجدا ولعامه الثاني أيضا تتشابه الأرقام، ولكن دعنا في البداية نتحدث عن العشرة أشهر التي حاربت فيها القوات الأمنية التابعة لمدينة درنة بالأحرى هو مجلس شورى المجاهدين في المدينة لديكم التي حاربت فيها تنظيم الدولة. هل كانت القتال يعني أو الأفراد الذين حاربوا هذا التنظيم هم فقط حصرا من مدينة درنة أم كان هناك مشاركة من بعض المدن والمناطق المجاورة لكم؟ أحسنت السؤال حتى لا أظلم حق بعض الإخوة. عندما أعلن تنظيم الدولة في عام 2014 في شهر نوفمبر في بداية شهر 11 وبدأ يسيطر على مدينة درنة، تكون مجلس مجاهدين درنة
في يوم 12/12 من نفس العام 2014، وبدأت المدينة تعيش في توتر وتعيش في يعني في أمور صعبة جدا، إلى أن أتى الشهر السابع عندما خرجت أهالي درنا من جمعة الغضب وانطلقت من جامع الصحابة باتجاه مراكز ما كانوا يسمون بالدولة ومقراتهم، فأطلقوا النار الحي والرصاص الحي على أهل مدينة درنا. هذا الأمر استفز شباب مجاهدين درنا والشورى، واستفز شباب درنا بالكامل، فما إن أطلقوا الرصاص هؤلاء المجرمين على أهل درنا، حتى أتى شباب شورى درنا بسلاحهم وخرجوا وبدأت الملحمة التاريخية، وما هي إلا 3 أيام حتى تم طردهم من مدينة درنا بالكامل، وتوجهوا إلى منطقة الفتائح الزراعية وتمركزوا بها، وأصبحوا يطلقون النار على المدينة وبالقذائف، إلى أن حدث التفاف من الشباب واستطاعوا أن يتمركزوا في عدة مناطق في الفتائح. هنا الحقيقة انضم إلينا من الأبطال من مدينة طبرق وأبطال من مدينة مسة، وعلى رأسهم الشهيد البطل محمد بخفير، أيضا لا ننسى العقيد مفتاح حمزة والعقيد باسط الشاعري، وأيضا هناك العقيد الحاسي وهو مريض الآن له الشفاء، وهناك مجموعة أيضا من شباب من مدينة بنغازي وبعض من المناطق المجاورة من كانوا يدعمون بالدعم اللوجستي، وبدأت الملاحم التاريخية. والحقيقة لا ننسى أن هناك معارك طاحنة وعلى رأسها يوم 15 نوفمبر عام 2015 التي استشهد فيها محمد بخفير واستشهد فيها العقيد صالح الصاهد. هؤلاء الشباب كانوا معهم أيضا الزراعات، وكان معهم أيضا من منطقة الأبرد، وكان مستشهد شهيد أيضا من طبرق. كل هؤلاء هذه الملاحم وهذه التاريخ سجلت وهي موجودة الآن في التاريخ الذهبي في مدينة درنا، سيأتي حين لنشرها في مدونات أو في كتاب بإذن الله، ونحن عاكفين على ذلك في هذا التاريخ. أيضا أخي فاضل، استمرت المعركة إلى أن أتت يوم 20/4 عام 2016، استطعنا بفضل الله والنصر والتمكين من عند الله أن نطهر درنا وننقيها من الإرهاب الموجود كان على الأرض والظاهر، ولكن فوجئنا بإرهاب آخر يمارس على مدينة درنا، وهي أن تحاصر وتقصف بالقذائف وتقصف بالقنابل ومن عملية الكرامة، وأدت إلى حقيقة من أكثر، دخلنا في العام الثالث الآن والمدينة تعاني ما عانته من داعش وما أن تخلصت منه، تسلطت علينا هذه السطوة الانتهازية التي أصبحت تنقص عيشة أهل درنا وأهاليهم وتصادر حرياتهم وتصادر متطلباتهم اليومية إلى يومنا هذا. ولكن ما زلنا صابرون صامدون محتسبون عند الله، والآن الحقيقة بدأت بعض القبائل تكسر هذا الحاجز وتكسر هذا الصمت. أتى إلى درنا من يومين وفد من قبيلة العواكلة، وأتوا إلى درنا ليتلاحموا ويعبروا عن مشاعر. طيب، ولكن في هذه النقطة، في هذه النقطة تحديدا سيد هويدي، هناك سؤال يجب أن يطرح أمانة. كما أشرت بالذكر، كان هناك وفد في اليومين الماضيين من قبيلة العواكلة وقدم إلى مدينة درنا، استهجن الحصار، لم يرضى بالحصار المفروض على أهالي لا يمثلون للإرهاب أي صلة، ولكن هي تهمة ألصقت بهم للأسف من بعض الميليشيات المحاصرة لأغراض دعني أقول مشبوهة إن صح التعبير. ولكن أيضا السيد العميد يحيى لسطى عمر، مدير مديرية أمن درنا أو المسؤول عن الملف الأمني عفوا في مدينة درنا، تحدث فيما سبق وكتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن أيضا وفدا وأعيانا ومشايخا من قبيلة العبيدات أيضا يستهجنون، وتحدثوا مع السيد يحيى لسطى عمر وقالوا أنهم يستهجنون الحصار. هذه الدعوات التي بدأت تظهر من القبائل ومن مشايخ وحكماء وأعيان باستهجان الحصار والدعوات بفك الحصار، ما الذي يمكن أن تقوم بتأثير على أرض الواقع؟ أم أنه مجرد كلام وحديث فقط؟ لا أعتقد أنه مجرد كلام وحديث فقط، فقد السابقة والبادرة كانت من إخوتنا قبيلة العواكلة
وهذا نشيد بهم ونشكرهم على هذه المساحة الجيدة وهذه الشجاعة التي تحلوا بها، وأتوا إلى مدينة درنا ومكثوا بها سويعات قليلة، واستطاعوا بفضل الله أن يجتمعوا من جميع المكونات بما في ذلك مجلس الشورى، وضحت لهم الصورة. وما إن رجعوا إلى مدينة الجيجا والأبرد حيث مقرهم الرئيسي، حتى أعلنوا أن درنا ليست مدينة إرهابية وأن درنا مدينة طيبة وناسية وأشادوا بالاستقبال. فهذا شجع بعض القبائل، ولا أخفي عليك قول سيدي الفاضل، هناك عدة اتصالات من البراسة ومن الدرسة الآن ومن ملفة وأيضا من قبيلة العبيدات، وكلهم يستعدوا وينسقوا إلى القدوم إلى مدينة درنا. أيضا يبدو أن هناك بعض الإشارات من بعض القبائل بالمنطقة الغربية أنها تريد أن تأتي إلى درنا لتشاهد بأم عينها ما يحدث داخل المدينة وتقيم الأوضاع، وهذا جميل جدا أن تأتي إلينا من ناسنا ومن أهلنا من في لجنة المنتصب التقصي الحقائق من جميع القبائل في سيبيا لترى الحقيقة وتطلع عليها وتنقل الصورة، أفضل من أن تأتي إلينا بحثة من أمم متحدة أو بحثة خارجية أو حقوقية أو ربما تقاريرها تزيف الحقائق أو لا تنقل الصورة أو تكون معدلجة أو تضر مدينة درنا في ربما في بعض الأحيان. ولكن ها هو أصبح الموضوع يظهر على السطح بعد أن أتت قبيلة العواصلة وصرحوا تصريحهم وأدلوا بشهادتهم أمام الله سبحانه وتعالى إن مدينة درنا طيبة وإن لا يوجد بها إرهاب. فأكرر ذلك، شجع جميع القبائل المحيطة بمدينة درنا، طبعا سيكون له تأثير إيجابي، ونؤكد لك إن شاء الله ستكون درنا هي بؤرة ونقطة الانطلاق لجمع المصالح الوطنية على مستوى ليبيا، وأنا أؤكد ذلك وعندي إحساس شديد جانب، وسنعمل نجمع جميع قبائل المنطقة الشرقية داخل مدينة درنا لتكون لنا كلمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعيدا عن التدخلات الأجنبية وبعيدا عن كل من له مآرب شخصية أو أجندة دولة. إذا كنت معنا عبر الهاتف عضو تجمع أهل مدينة درنا السيد هويدي الجزيري، شكرا جزيلا لك.